يا ناهدة قليل للبنات يجهزون للصفرة. إلنا كم يوم ما تهنينا بلقمة أكل، خلينا ناكل وننبسط بقى. شكر لك يا ربي، مو معقول اللي صار فينا والله. ليش ما رجعوا اليوم عمي؟ شو المحل كتير بعيد؟ اي والله يا اخي برهان، بتلاقوها حلوة يضل هنيك، وكمان مع مرته اللي مطلقة. اي والله مو حلوة. غفران، هلا انت بدك تعلميني شو لازم ساوي وشو لازم ما ساوي يا ست غفران؟ قولي لي من حضرتك لحتى تتدخلي بخصوصيات العيلة تبعنا. بس يا عمي. لا تحكي ولا كلمة، بنوب. مو ملاحظ برهان انك عم تزودها؟ ليش انا شو قلت حتى؟ هز يا غفران هز. انا هون المسؤول عن هالعيلة. ممكن تصب لي عيران بابا؟ طبعا. كتير طيبة والله. لقينا الضو مطفي والمحل مسكر. قلت رح نرجع فاضيين. الزلمة كان نايم، نحن فيقناه بابا. بالله عن جد؟ ايه بس بيته بجنب المحل. دقينا عليه قلنا له نحن هلا وصلنا، بنترجاك إذا بتريد اعمل لنا صفيحة. والفرن كان بعده سخن. قام الزلمة وافق. برافو عليك. ليش بقبل تناموا جوعانين؟ والله بجيب لكم اكل من اخر الدنيا. انت عم تمشطي شعرك؟ هاتي لساعدك. بتعرفي قصة الأميرة صاحبة الشعر الطويل اللي كانت ساكنة بالبرج؟ لا ما بعرفها. أحكي لك إياها؟ ماشي. قومي. كان في أميرة حلوة كتير، وكانت هي الأميرة بتعيش بقصر كبير. هذا القصر له برج كتير كتير عالي، بس باب هذا البرج ما له غير مفتاح واحد، وهذا المفتاح موجود بغرفة الملك. وهي الغرفة عليها حراس كتير، ما حدا بيقدر يفوت عليها أبدا. بيوم من الأيام قررت هي الأميرة يلا. ليه ما عم تاكل؟ هيك رح تتأخر. ما بدي. وليش هيك عم تحكي معي؟ لا بدي اكل ولا بدي روح على المدرسة. شو هاد؟
عم تطبش الباب كمان؟ كنان عم قلك تعال عندي. شهرزاد شوي شوي قليها. بس يا ناريمان هيك ما بتأثرت كتير بالمشكلة. مو سهل اللي صار، هي تقودت على أنور كتير. بس هيك ما بصير يا ناريمان، لازم يروح على المدرسة. بلا ما تروح اليوم، أنا رح أبقى معها. كيف بدي حل كل هالمشاكل لوحدي؟ يلا روحي على شغلك، أنا بضل عند كنان هون. يلا نيتي. يلا حبيبتي افطري مشان نروح. راح اطلك جبني. ها تفضلي. شفتي قديش حلوة؟ مدرسة جديدة، رفقات جداد، أنسات جداد، راح تحبيها كثير. أهلا وسهلا أنور بي. أهلين فيكي، مرحبا. كيف الصحة؟ تمام؟ أهلا، بعرفك الأنسة رجاء، أنستا. تشرفنا. أهلا وسهلا أنور بيك، أنت نيفين؟ أهلا وسهلا فيكي بمدرستنا. تشرفنا بمعرفتكم، مرحبا نيفين. نيفين قولي مرحبا. هلأ نيفين بأمانتك. طبعا، شو رأيك نروح سوا على صفنا؟ يلا. ضل عند العمي ميسون كم يوم ماشي؟ يلا لشوف، انتبهوا على حالكم واصحكم تهملوا دروسكم، ماشي يا بنات؟ حاضر. ماشي ماما. قديش راح تضلي عند العمي ميسون؟ بجوز 3 أيام. طيب ضلي عنده شي أسبوع، جيب لك البنات كل يوم، عم يشتاقوا لك. ايه جيبهم. أجيب مأمول معه. هدول الأضابير لازم تعطيهم لإسماعيل بيك، وهدول خديهم على الأرشيف. ماشي. إذا احتجتي لأي شيء بتتصلي فيني على الموبايل. طلعي هون مكتوب كل أرقام. هدول الأرقام بعرفهم كلهم ست منيرة. ويكون لازم تطلعي على الدفتر قبل ما تعطي أي رقم. هدول أرقام الموبايل لأنور بيك وكرم بيك، ما تنسي هاي الأرقام ما بتعطيها إلا للضرورة. مفهوم ست منيرة. هدول للست منى والست شهرزاد وتليفونات البيت، فهمتي؟ فهمت طبعا. حضرتك أخذ إجازة؟ إيه. عطلة ولا شو؟ إن شاء الله ما يكون في شي. بلا حكي بلا طعم، وشوفي شغلك، انتبهي منيح ماشي. مش تجديد الشعر اللي فيه لا. تفضل، أنا عم بستنى النتيجة. رح أعمل جهدي أنور بيك، إن شاء الله ما رح نطول عليك.
بعتقد ما في داعي ذكرك، الموضوع سري كتير، ما بدي حدا يعرف فيه بنوب. ولا يهمك، اساسا المشفى بيتعمل بسريه تامه، حتى انا ما رح اعرف النتيجه، رح سلمك التقرير بظرف مسكر. طيب شكرا لك. عن اذنك. مرحبا كلام بيك. مرحبا. شو انور؟ عملت اللي لازم اعمله، واللي بده يصير يصير. فحص الدي ان ايه؟ كأنك خايف. ما بعرف. وليش لتخاف؟ إذا بدك رأيي تأخرت. تأخرت مشان كتير شغلات يا كرم. وشو بدك تعمل؟ كيف يعني؟ النتيجة رح تغير لك قرارك؟ أنا لازم أمشي، هلا بتأخر على موعد الطيارة. لوين رايح؟ في اجتماع بالوزارة بأنقرة. بدك روح بدالك؟ لا هيك أفضل، أنا حابب بعد مش هريح راسي شوي. حترجع المساء؟ يمكن ما أرجع لآخر الليل. بس أنت غلطتي يا جورجيت، بتعرفي ما هيك؟ بعرف جدو، أنا كتير آسفة. هيك بتعملي فينا؟ والله خوفتينا عليكم كثير، لو صار لكم شيء شو كنا عملنا؟ تعي لعندي يا روحي. هالمرة الله ستر ولطف. في ناس ما بيتأمل لها يا بنتي. يعني لو صار معكم شيء لا سمح الله. برهان بس بقى. هذا لازم يكون درس إلك يا جورجيت. إذا بتعمليها مرة ثانية بدي أزعل منك يا بنتي. يعني ما في طلعة من البيت من دون إذن. إذا بتضربني مرة تانية رح أهرب. كيف؟ مين ضربك؟ جورجي شو قصدي؟ خالي غفران مأمون كان عم يبكي، مروة وإمه عصبوا منه كتير وكمان صرخوا عليه، قلت لهم لا تعملوا معه هيك، قامت ضربتني كف. شو عم تقولي؟ إيه جدو. غفران؟ برهان معقولة يعني أنا أضربها؟ وقت اللي كبرت كلام معي عملت لها هيك الطرف. كيف يعني ما فهمت؟ لا يا برهان، لسه ما خلق يلي بده يمد إيده على أحفاد برهان أوليا أغلو، والله مستعد أخفي عن وش الأرض. هدول الأولاد لا أبوهم ولا أمهم مدوا إيدهم عليهم، ولك أنت شو؟ والله لا ضرب ولا شي، معقولة تصدقها هي وتكذبني أنا؟ أنا ما عم كذب، ضربتني كيف على وشي. كيف؟ رو نحن منحبهم للولاد، بس يعني إذا غلطوا لازم يتعاقبوا، ما هيك أخي برهان؟ هي قللت أدب علي وأنا ما تحملت. أنت جاي تعطينا درس بالأدب والترباية؟ ما بسمح لك بنوب. ضربتيها كف لكان، كيف تجرأتي تمدي إيدك عليها؟ عمي والله مو كف، أنا كنت معها موجودة بس هيك عملت. أنت ولا حرف. ايه بكفي بقى مرت اخي، معقولي وانا بهالعمر بدي اسمع كلامي بسبب بنت صغيرة لسه ما طلعت من الارض ومصدقينا؟ زبي حدودك بقى، زودتيها. يا برهان اهدى شوي، خلص عود. لو كان حدا غيرك هو اللي مادد ايده على حفيدتي كنت كسرتها كسرتها. شوفي لقلك، يا بتقعدي بأدبك ما بتحشري انفك باي شيء، يا اما خلص بقى زودتوها كثير. ها قلت بجي لعند بنتي بس الظاهر انتو ما بدكم اياني ابدا، برجع عبيتي احسن لي. امي امي استني شوي. بعد هيك انا بدي اخذ قبلك. بس انا شوفوا، مو هاي البنت اللي بصفكم؟ شوفوا كيف عامله شعراتها طالعه بتضحك. سألتها الان في سؤال وما عرفت تجاوب عليه.
يليكو ليكو هربت هربت. سألت الآن السؤال وما عرفت تجاوب عليه. عم فكر بالموضوع. أنور كتير غلط بحياته وما عم يترك لي مجال مشان سامحه. حاولي تفهميه يا شهرزاد. وهي مشكلتي يا منى، مو قادرة أفهمه. كيف بيترك هالمرة لحالها وما بيفكر كل هالسنين يسأل شو صار معها؟ بلكي طلع أنور مو أبوها، عم يلعبوا شي لعبة ليورطوه. كلنا منعرف إنه هو أبوها. من وين عرفتي إنه أبوها؟ بخصوص منال، لو كان بدها تلعب برأيك كانت استنت كل هالوقت؟ كانت جابت بنتها وساعتها لعبت لعبتها. مو معقول تقدر تواجهه لأنور بعد كل شي عملته فيه. ما حدا يا منى بيفكر يلعب هيك لعبة. لو بدها ما كانت خلت لا محكمة ولا جريدة، كان فيها تقيم دعوة عليه. هو اختلاس مصاري شو ما بدها، بس هي ما عملت هيك. يمكن وضع الماضي كان منيح وما كانت بحاجة. بالله لا تحكي هيك. أبوها لمنال مفلس وأمها ميتة، فقروا وصاروا على الحديدة، وما هيك تحملت كل هالظروف. يعني أنت لوين بدك توصلي؟ ما عم بفهم. منال ما حبيت يذل أنور، منشان هيك تحملت مشاكلها لحالها وما حكت ولا كلمة، وما حاولت ترجع تتصل بأنور. هو رجع اتصل؟ أنت مين كنتي احترمتي بهالقصة؟ أنور ولا منال؟ ما بعرف يا شهرزاد، أنا ما عندي رأي. خلص حبيبتي، حاجة تبكي. قليلي شوفي مين ضايقك. يعطيك العافية، ممكن أحكي مع السيد أنور أقصال؟ مين معي؟ نحن من المدرسة، ضروري كتير إني أحكي معه، في عنا مشكلة مع البنت اللي جابها اليوم. اتصلت على موبايله لقيته مسكر. أنور بيك اليوم سافر وبده شوية وقت. الطالبة اللي جابها لعنا متضايقة كتير وعم تبكي. في إلى حدا هون بيقربها غير أنور بيك؟ أنا عندي رقم مدامته إذا بتحبي تحاكيها. آه شكراً، أعطيني رقم مدامته. سجلي عندي. تفضلي. كنان تأثر كتير، عم يضل زعلان وما عم يحكي أبداً. كنان فهمان كل اللي عم يصير حواليه. بعرف. أنت شو قلتي له؟ يعني قلت له نحن مو متفقين. شوي شوي فهموا شو الموضوع. أحسن ما ينصدم. اليوم ما قبل يروح على المدرسة. يا حبيبي، نحن منغلط والولاد على طول بيدفعوا الثمن. رايحة شوي على الحمام. شايفت لك رح أقضي كل حملي بالحمامات. أنت صار معك هيك؟ وأنا هيك صار معي. ألو؟ ألو حبيبتي، شو مرحبا. حضرتك ست شهرزاد أقصال مو هيك؟ أي نعم. ست شهرزاد أنا أسفة كتير، بس اتصلت فيكي منشان وضع نيفين. شو بها نيفين؟ هي بتكون قريبة زوجك أنور بيك، سجلها اليوم عنا بالمدرسة، بس هي لهلأ مو متأقلمة مع الجو تبعنا. شو وضعها هلأ؟ يمكن حست بالوحدة هون، مقهورة وعم تبكي. حاولنا نهديها وما مشي الحال، بس بصراحة أفضل إنك تيجي ست شهرزاد. ليش ما اتصلتوا بأنور بيك؟ اتصلنا، هو برات البلد، من شان هيك حكينا معك. طيب ما في مشكلة، أنا بفضل تيجي تاخديها هلأ، خليها اليوم ترتاح بالبيت ولا بكرة منشوف. وهاي إذا بتلزقيها هون تطلع حلوة. شفتي صارت حلوة؟ تتفرجي المجلة؟ ما جابري لا شوف مجلات ولا ألعب. شو رأيك روح الجنينة نتمشى شوي ونشتري بوشار؟ ها مو جاي على بالي.
بس أنا مو حابة نضل قاعدين هون. حبيبتي مو انتي كنتي بتحكي لي كل شيء؟ قولي لي شوفي، ليش ما عم تضحكي؟ انا اشتقت كثير لبابا. انا في قصه حكيت لك اياها، بتتذكريها؟ في اميره وفي امير، هن عم يمشوا بغابه ضيقوا بعض لانهم مهذبين، بيساعدوهم الارانب والسناشب والشجرات، وبعدين هن بيلاقوا بعضهم. برافو عليك يا حبيبتي، ما بتنسي اي شيء. طيب هلا ابوك وماما بقعدوا شوي عن بعض، بس مو على طول. كنان حبيبتي لا تزعلي. بس تخلص شغل؟ ولا شي، تعرفي في عندي دورة. مو هيك، يعني انت بالعطلة شو بتساوي؟ بدرس، بهتم ببنات اختي، هيك شي. يعني مو هذا كل شي. انا مهتم بالسينما، واحيانا بحضر حفلات انا ورفيقي سمير، احيانا منروح على شي نادي. اجتماعي يعني؟ هيك شي. والبنات؟ لا حاليا ما في، مع الأسف. الواحد لازم ياخد وقته مشان يختار صح. ما في داعي للعجلة. فهمت. طيب ليش عم تسألي؟ ولا شي، يمكن في حفلة بآخر الأسبوع عند رفيقتنا. حفلة بالبيت؟ كتير حلو. ايه؟ حابة أقول أنت معزوم على الحفلة؟ ايه والله ممكن، بعتقد ما عندي شيء مهم بنهاية الأسبوع. مرحبا. أهلا، تفضل. بدي شوف ست ناريمان. اليوم ما أجيت، مين حضرتك؟ أنا خلدون، صديقة. كان عندي شغل قريب من هون، قلت بمر بسلم عليها. تذكرتك. خلص أنا بخبرها. ماشي، شكرا. انسى، باي، شكرا. ما قلتي لي عند مين الحفلة؟ ما كنا حابين نعزبك وتيجي لهون، بس دايما الأيام الأولى للولاد بالمدرسة بتعرضهم لشوية مشاكل. يعني شو المشكلة؟ تحسست لأنه دخلت فجأة لمحيط جديد عليها، بعتقد مفكرة أنه تركتوها لحالها وبقيت وحيدة، وبصراحة الأولاد مو حابين يلعبوا معها وهي حاسة حالة غريبة بيناتهم. طيب شو اللي صار بالضبط؟ ما تعتبر مشكلة كبيرة، أصلا نيفين بنت ذكية هادية وخلوقة، يمكن فقدان أمها مأثر عليها. أي مع الأسف هي لسه متوترة. وينها هلأ؟ أنا استأخدتها حتى تغسل لها وشها، هلأ بيرجعوا. طيب أنا فيني ساعد بشي حتى نطلع نيفين من حالتها هي؟ ممكن، بكفي تقضي معها شوية وقت وتحاولي طالعيها من وحدتها، أهم شي تحسسيها بالأمان. وهي نيفين بنتنا الحلوة. نيفين حبيبتي، شوفي ست شهرزاد إجت من شان تاخذك. مرحبا نيفين، كيفك حبيبتي، منيحة؟ أخذت لك إذن من آنستك، قالت لي إذا بدك فيك تروحي على البيت. شو رأيك نروح لعنا؟ طيب يلا، لا تزعلي بقى، بعدين في كنان بالبيت حتتعرفي عليه.
ورح تلعبوا مع بعض، موافقة؟ يلا شوفي، عملت لك هالي بكاكاو. بتحبي معه كيك ولا بتحبي اكثر بسكوت؟ ما بدي شيء. عم زعلين كثير كنان. عم اقول لك انا ما بدي. تفضلي. احنا اجينا. هاتي عنك. ناريمان نحن اجينا. يلا فوتي. مرحبا. مرحبا حبيبتي، رح اعرفك، الخاله ناريمان. سلام. مرحبا كنان، تعا. هذا كنان ابني، سلم عليها. مرحبا. مرحبا نيفين، بتكون بنت رفيقتي. حبيبتي انا لازم ارجع لشغلي، بس كنان والخاله ناريمان رح يبقوا معك على طول، وانت ما بدك تحكي معي ماشي؟ يعني نيفين رح تضل عنا بالبيت؟ اليوم رح تبقى عنا. منيح. مو وقت هلا، بعدين نحكي انا وياكي. يلا انتي روحي. طيب كنان العب انت ونيفين بالالعاب تبعك. رح نلعب. يلا حبيبي. خالي ناريمان كانت عملت لي حليب وشوكولا، بتحبي تشربي؟ في عنا بسكوت كمان. انا كتير بحب غطس البسكوت بالحليب. وانا ليش لهلا يا حلوة؟ مثل العادة ما لحقت الباص، تكسروا رجلي لوصلت لهون. دغري على الشغل، معجوق الليلة. لا لا تقولا، قلت لحالي بقلب الأسبوع ما في ضغط. معجوقة بس منيح، جابوا لي جرسون جديد بيشيل عني الكتب. عفوا ممكن تربطي لي المريول؟ انت شو عم تساوي هون؟ المريول ممكن تربطي لي اياه؟ اربطها لحالك. اساعديني، ما عم توصل ايدي. ايدك بتوصل لكل مكان سيد مالك. بس مثل مو شايفه حضرتك، ساعديني شوي، ما عم توصل. اي شوي شوي. أول مرة حجزت المحل كله مشان تشوفني، وهلأ جاي عبالك تصير جرسون؟ يا عيب الشوم يا رزان، يعني أنت ما بتحترم الشخص اللي بحب يشتغل؟ اللي بده يكذب كذبة لازم يحبكها، الله أعلم شو في براسك. اللي شو بدك مني؟ عنا كتير وقت لنحكي بهالمواضيع هاي، هلأ بلشت الوردية. إذا حابب ما تصير مسخرة هون، بلش الشغل. رح اشتغل شغلي، وإذا ما عجبك قولي. أصبح حاجة لعي فاضي وخلينا نبلش الشغل. أي شو باك واقف؟ يلا تحرك تحرك. يا ريتك عزمتي مالك. يعني لو عزمته شو؟ فكرك حضرته رح يجي؟
وليش يعني حتى ما يجي؟ شو عم يعمل مالك ما بعرف، بيضل معصب. انتو متخانقين؟ عطول متخانق، مو شغلة جديدة. آخر مرة تخانقنا بالنادي أنا وياه. ملك حبيبتي ما في داعي للخناق. بيضل يخبص، جنني، شو ساوي؟ وشو الحل؟ يمكن ما بقى في حل أبدا. وانتي كمان خففي نق شوي، مالك شاب ظريف، أنا بعرف منيح كيف بتكوني عم تحكي معه. كيف بدك احكي معه؟ على الآن وحدة عم تشتغل بمطعم، لهون وصل مستوى؟ بس تعطي المدرسة خلينا نروح كلياتنا على البيت الصيفي تيتا. تكرمي حبيبتي. أصلا ما فيك تروحي لهنيك غير بالصيف لأنه كتير برد. لا تكونوا بردتوا هنيك. أول شي كتير بردنا، بعدين اشتريت صوبي على الكهرباء. أخ منك أخ، بس لو تعرفي يا بنتي شو عملتي فينا. بس والله برافو عليها أنه خطر على بالها تروح وتشتري صوبيا يا ناهدة. بس فاصلتي للبياع؟ ما فاصلته، كانت الصوبيا صغيرة، زلمة يلي باعني إياها منيح. وقديش حقها؟ ما سألت. 1500. شو عم تقولي؟ كتير غالية. طبيعي وقت اللي شافها بنت صغيرة طلب أكبر سعر. اي والله نصاب وحرامي. برهان لا، شو غلطنا؟ يعني مو سرقة هاي العملة؟ انتي لا تزعلي يا بنتي، بس نروح بالصيف لهنيك رح اخذ منه الزيادة واعطيك المصاري لتصرفيهم لحالك. شو مروة وينها؟ بغرفتها فوق. كثير منيح، خلينا نقعد رايقين شوي بقى. شجرة الليمون الكبيرة اللي ورا البيت شو صار فيها؟ ما قدرت اطلع على الجنينة تيتا لانه ما فيني اترك مأمون وحده. يا روح قلبي انتي. ايدي ورجلي من الصبح عم يرجفوا، اللي عملوه فيي ما بينحمل. ولا يهمك امي، حسابهم عندي انا بورجي لك ياهم. دخيلك يا بنتي، دخيلك يا مروه، اوعك تعلقي معهم، هدول ما بتعرفي انتي شو ممكن يعملوا لك. انقبروا كلهم على السفره وما حدا نادالي. لك حتى كمال ما سال عني، انا ما عاد اتحمل هالوضع. شغلي عقلك يا مروه، ما رح تقدري توصلي لشي اذا انتي قلبتي وشك. هلا بتنزلي لتحت وبتقعدي معهم. طيب. اسمعي كلام امك وافهمي شو لازم تعملي. قبل كل شي بتفردي لي وشك منيح وبتروحي بتقعدي قدام زوجك وانتي مبسوطه ورايقه، ويا ارض اشتدي ما حدا قدي، وساعتها السيد كمال ما رح يعرف كيف نلخم. ما كان شي ذره ميزان تبع الذهب مشان يزيل حبات الحمص. حاجتك بقى. عمو سعدي اكيد صاير لموك شي يا خالي. الله عليك يا هاني، يعني خليتنا نضحك من قلبنا عند هالمزحة. يعني شو هالزلم البخيل هاد؟ والله شي ما بيتصدق ابدا. صحتين وعافية عمي. نمت شوي مشان هيك تأخرت على السفرة، لا تأخذوني. نعمات جيبي لي صحن شوربة. قولنا جيبي لنا الحلويات يا نعمات. حاضر نهيدة خانم. يا عليك يا هاني انت وصفتك. الرقم المطلوب غير موجود في الخدمة حاليا. وينك هلأ مالك؟ شو عم تساوي من وراي؟ كل شي تمام؟ ناقصكم شي؟ اوكي. شو مالك شايف انت اعمى؟ انا كتير اسف،
أوف. إن شاء الله ما صار لك شيء. لا بس هذا مو شغل. يلي بده يشتغل جرسون بين الطاولات بده يفتح عيونه. أنا آسف. روح رجع على شركتكم. أنت شو عم تساوي هون؟ شو واقف عم تساوي؟ لم هدول. خلص رح لمهم. لا تزعلي. ليش معصبة؟ ماني زعلانة بس ما بيصير المعلم يشوفهم. شو يعني؟ رح يخصمون من أجرتي؟ لا بس إذا بدك تضلك تكسر كاسات أكيد وقتها رح يخصمون. يعني إذا قلعني رح موت من الجوع والله. بعرف إنك مو بحاجة. بكرة بتبعت له دزينة بدال اللي كسرتهم. رزان أنت بتجنني. وأنت واحد أهبل. شو ساوي؟ والله بس شوفك يعني ما بعرف شو بصر لي. يعني أنا شو بدي ساوي لك؟ يلا على الشغل. لمون يلا. بس دير بالك تجرح ايديك. قائمت المواد العازلة اللي طلبتيها شهرزاد خانم. شكرا سهير. انتي بدك تضلي بالمكتب؟ عندي لسه شوية شغل بس انتي فيك تروحي اذا بتحبي. بضل معي. شكرا لك. يلا انتي فيك تروحي على البيت. ماشي انا رايحة. تصبحي على خير. لا الخير. يوم من الأيام لما تعب ابن بطوطة من كل الجولات وصل على بلد كل السكان يلي بيعيشوا فيها بيكونوا أقزام. كيف؟ يعني ابن بطوطة وصل على بلد الأقزام الصغيرة. أي وين بتكون؟ الأقزام بيعيشوا بس بالقصص والحكايات. كتير بيضحكوا. أنا رح سميكي بطوطة. ليش؟ لأنه عجبني كتير. موافقة. بطوطة كنان. نيفين عملت لكم الأكلة كتير طيبة. سقوا ناكل سوا. هي مو اسمها نيفين، صار اسمها الجديد بطوطة. شو؟ بطوطة؟ ايه. كيف يعني ما أنا موجودة؟ وين لهلا؟ فكرت انه اخذينا من المدرسة انور بيك. انتو ما قلتوا لي شي. ليش ما بتعرفي اني مسافر؟ لا. طيب انتي ما بتقولي لحالك انه هي الطفلة بعد ما رجعت على البيت لحد هلا؟ فكرت انه رحتوا مع بعض. هي عدم مسؤولية يا جمانة. معقول هالحكي؟ مزبوط يا بيك. ما اتصلوا من المدرسة؟ لا انور بيك اني ما اتصلوا ابدا. شو بدي اعمل يا ربي؟ الو نعم. مرحبا انا انور اغصال. مساء الخير انور بيك، كيف صحتك؟ الحمد لله ماشي الحال، بس انا كنت بدي اسالك عن نيفين. كثير اسفه مشان اللي صار اليوم انور بيك، بس انا بودك ما يتكرر هذا الشيء ابدا. شو اللي صار؟ ليش مدامتك ما خبرتك شو اللي صار معنا؟ لا أنا كنت مسافر وما حكينا مع بعض. اليوم رفقات نيفين الجداد زعجوها شوي بالصف، تعرف أول يوم وهي لسه ما تعودت. ونحن اتصلنا بحضرتك وكان موبايلك مسكر، بس مدامتك إجت فورا وأخذتها لنيفين. بس هيك؟ هيك صار.